هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله؟ انا اشتقت لكم وايد، اذا انتم ما اشتقتوا كيفكم؟ اليوم شنو؟ اليوم عندي لكم حلقه نار وشرر. اليوم بتكلم عن الزوائد الجلديه. شنو يعني ابو ضال؟ تعال اقول لك، شوف ساعات جلد يطلع بالركبه، في ناس وقت فراغ ما عنده شيء يقعد يلعب فيها. ساعات شوف هني تطلع، ساعات هني، ساعات بالابط تطلع، ساعات بالاماكن التناسليه، ساعات بالظهر. هذه شنو؟ هذه أورام حميدية. منو مسؤول عنها؟ خل أقول لكم، مسؤول عنها الأنسولين وغروث هرمون. يعني شنو بظاري؟ ليه مو فاهمين؟ بس عرفنا منو المسؤول عنها، الأنسولين وغروث هرمون. ناخذ تفاصيل أكثر وخلكم لا تروحون بعيد. يلا ركزوا معاي هني عشان لا تتكرر لكم الزوائد الجلدية، تشيلها يطلع، تشيلها يطلع، بعدين تنترس كلك جلد. ما يصير كذي، اعرف السبب. ركز معاي، كلنا سكر، كلنا سكر، منو ارتفع؟ طلع لهم منو؟ الانسولين. خذ السكر، تعال قال له يلا روح طاقة، تعال يلا يلا روح طاقة. بعدين البنكرياس شنو قال؟ مسختها عاد، حول لك طاقة مرة مرتين عاد مسختها، كذي أنا ما أقدر. وين يحولهم؟ يحولهم كوليسترول ودهون على الكبد. حلو، مع استمرارك بهذه الطريقة راح يرتفع عندك منو؟ هرمون الاستروجين. ركز معاي واحفظهم، عندنا مقاومة انسولين مع ارتفاع هرمون الاستروجين راح يساوون، راح يطلعون هرمون ثالث. شنو هو؟ انسولين ليك جروث فاكتور. شو يسوي هذا اذا طلع الثالث؟ هو مسؤول عن زيادة وتضخم القدد الدهنية. يعني اذا طلع لك كذي اعرف. وفي نوع من الزوائد الجلدية تعتبر فايروس، شنو اسمه؟ HPV. في 130 نوع يا جماعة، وايد. واحد من أنواعهم الحين راح أقول لكم راح تعرفونه، مسمار اللحم، شوف ريلي هذا فايروس. ولكن ما نخاف منه، نخاف بس من نوعين من 130، من رقم 16 و18. زين ليش نخاف منهم؟ أنا أقول لكم، إذا صاب النساء بالجهاز التناسلي 18 و16 قد يصيب لا سمح الله إلى سرطان عنق الرحم. وبالنسبة حق الرجال نخاف انه يصيب سرطان القضيب او فتحة الشرج. زين، فترة حضانة هذا الفيروس، يعني مثلا انا يكون عايشني الفيروس بعد 6 اشهر، فترة الحضانة مالته 6 اشهر، بعد 6 اشهر تبدأ الاعراض. عرفت شلون؟ زين، يعادي ولا ما يعادي؟ نعم يعادي، لازم تكونون حريصين بالموضوع هذا. والسواد الجلدية اذا اكتشفنا من HPV ما يصير نجيسها ونجيس احد ثاني او نجيس مكان. اختي الغاليه انتبهي معي، نفترض انت فيك فايروس ال HPV، وين؟ بالجهاز التناسلي، كم رقمه؟ 18 و16. رحت المستشفى، شالوا لك اياه بالكي او بالهيدروجين المبرد، المهم فتكيتي منهم، ربي لك الحمد. لا، قاعد يطلع لك كل مره. لا، هني ستوب، هني لازم توقفين هذا الموضوع، تروحين عند دكتوره النساء راح تقول لك عن تطعيمين، كل الدكاتره يعرفونهم. التطعيمين هذا شنو يسوون؟ يوقفون لك هذا الفيروس، يخلون المناعة تتعرف على نوع هذا الفيروس عشان ما يلك ويزيد الموضوع يصير لك سرطان عنق الرحم ان شاء الله. زين، الفيروس هذا اذا كان بمكان ثاني، اذا احنا شلناه وشفناه طلع ثاني مرة، هني نتأكد انه هو HPV. ليش؟ لان الفيروس هذا ما يعيش عند اول طبقة جلد ثاني طبقة جلد، يعني اذا شلناه يتم موجود، يرد يطلع يرد يطلع يرد يطلع. عرفنا شلون؟ زين، شنو ناخذ اشياء وقائيه اساس انه ما يتكرر عندنا هذا الموضوع؟ خليك معي يلا اخواني اخواتي، اذا كان السبب زوائد الجلديه من مقاومه انسولين وارتفاع الاستروجين، لا هني نطق بريك، نقلل الاستروجين. شلون؟ الاغذيه ننتبه عليها، نوخر عن منتجات الصويا لان الاستروجين لا يرتفع. وحتى اذا ارتفع الاستروجين وين راح يروح اذا ارتفع؟ عند الكبد، فلازم نشيل الاستروجين من الكبد. شنو ناخذ؟ ناخذ شاي القراص، ولازم عندنا المراره تتحفز عساس تطرد باقي الاستروجين. شلون نحفز المراره؟ ناخذ املاح المراره او ناكل فجل مع كل وجبه. خلصنا؟ لا، ما خلصنا. عندنا احنا مقاومه انسولين، شنو قلنا؟ السكر يدش يطلع البنكرياس يشيل يشيل يشيل، تيله فتره البنكرياس يقول خلاص عاد مسختها، بسك سكر. ليه متى تاكل سكر؟ يعني احترم جسمك، قلل السكريات، الله يخليك، خلها مره باليوم، مرتين باليوم، خلها بمناسبات، مو 24 ساعه سكر سكر، راح ينترس كلك جلد، ويك يصير جلده ما يبين، جلده نفس النقاب تصير، فقلل السكر. ومن ناحيه فيروس ال HPV لازم شو نسوي؟ لازم نزيد مناعتنا يا جماعه،
يا جماعه 130 نوع شت لحق هم وعيالهم وعيال اختهم وعيال ابوهم كلهم وايد اللي يطلع مسمار لحم اللي يطلع بالجاز تراس اللي يطلع مني فشو نسوي زيد مناعتنا يا جماعه يا اخي والله شيء يحزنني لما اقول حق شخص ارفع مناعتك شو يقول ولا عسل برتقال وين شو السالفه بس علمونا من صغار يزيد المناعه في اشياء وايد تزيد المناعه متوفره ولكن مشكلتنا مو مع زياده المناعه مشكلتنا مع اللي يخرب المناعه من اللي قاعد يخرب المناعه سكريات سكريات كربوهيدرات معجنات معجنات يعني كافي تاكل عجين وعندك عجينه هالكبره ستوب بس كبد دهني شنو نسوي نبي نزيد الكفاءه نوخر عن السكريات الكربوهيدرات نوخر عن الخبز شنو نعطي حق المناعه خليك معاي لا تروح بعيد عشان نزيد كفاءتها يلا نفترض الحين بسم الله عليكم حاشكم فيروس او بكتيريا امورك طيبه شنو الاغذيه اللي تزيدها باللحظه هذه لمده 10 ايام تدخل عليه فيتامين د تدخل عليه تاكل تاخذ تابلت تاخذ اطعمه تحتوي على فيتامين د تقعد بالشمس فيتامين د صايده فيتامين د 4000 وظيفه يلحق على مناعتك ولا يلحق على البنكرياس ولا يلحق على المخ القلب الكبد الطحال وبعد شنو فيتامين سي يا جماعه فيتامين سي كل يوم برتقالتين مع كل وجبه فلفل اخضر فلفل اخضر الحار فلفل البارد فيتامين سي بعد شنو يا جماعه الزنك يا جماعه الزنك ليش الزنك لان الزنك يقوي الخلايا المناعيه شوف احنا عندنا خلايا مناعيه ضعيفه شوف اعطوها بروتين بوم وين الفايروس وين تعال اقول لك الان خير عرفت شلون الزنك يا جماعه وبعد شنو يا جماعه ناخذ البكتيريا النافعه يا جماعه ليش الحين افصل لكم ليش ناخذها ركزوا معاي وانتبهوا خلوا تلفونكم عنكم والمشكله يا التلفون انا طالع ما يصير تخلوني كلكم عادي تلفون شوفوا نفترض انتي او انت عندكم محل يبيع ملابس حلو المحل هذا مشكلهم حلو وصغيرون حاطت لك موظفتين بالمحل مال الملابس يا 200 شخص دشوا المحل سامع عليكم شلونكم سامع عندكم تنزيلات اشترقت على قطعه مجانا حلو ال 200 شخص هل العاملتين اللي داخل المحل راح يستجيبون حق ال 200 شخص وراح تصير له انا ابي وقت على الفاضي شنو نقصد الموظفين اللي عندك زيدهم واضحه ولا مو واضحه دخل بكتيريا نافعه بكتيريا النافعه شنو اذا كثرت بكتيريا النافعه وامورها طيبه ايه اللي راح توزع الفيتامينات معاد فيروس هناك هاك فيتامين سي هاك هني فيروس ومع بكتيريا هاك زنك ها عرفت شلون ولا هذا يصير عندك ويزيد الامتصاص حق الفيتامينات المع اخواني اخواتي انا بتكلم عن نفسي انا لا حد يسوي الاشياء اللي انا اقولها انا على اساس لي صار شيء اعرف شلون اتصرف اذا مرضت او دش فيروس بكتيريا او سافرت في اشياء لازم استعد لها اجهز مناعتي شو اسوي اخذ فيتامين سي كومبلكس 3 جرام لمده 5 ايام كل الاشياء لمده 5 ايام اخذ فيتامين د 20000 كل يوم وحده لمده 5 ايام واخذ الزنك 50 لمده 5 ايام واخذ البروبايوتيك البكتيريا النافعه لمده 5 ايام كل ما امرض اسوي شيء ورب لك الحمد اموري طيبه واعيد واقول لا تسوي كذي انا قاعد اقول لك طريقتي يمكن تطلع غلط طريقتي ما ادري يمكن يصير فيني شيء فلا نصير اثنين مرضى خلي الواحد مريض عرفت شلون زين الحين بنتكلم نبي نشيل الزوائد الجلديه الحين عرفنا خلاص ما راح ان شاء الله تطلع لنا نبي نشيلها شنو الاشياء بضاري خليك معاي ويلا مشينا خل اقول لكم بعض الاشياء اليدويه اللي تشيل الزوائد الجلديه رقم واحد طبعا لما تروح المستشفى عندهم نفس كذي المنقاش يحطونه على الزوائد الجلديه بس يحرقونها وتطيح عندنا رقم اثنين عندنا بخاخ الهيدروجين بخاخ يعطي نفس الهواء البارد فيثلجها فيقطع الدم عنها وتطيح في ناس شو تسوي تجيب خيط مال بكره كذي تلفها طبعا مو تنسى الخيط تمشي وراك الخيط كلك خيوط كيفك والشغله الرابعه تقدر تحط الايودين الاخضر مال اللي يطهر الجروح تقدر تخليه على الزوائد الجلديه هني ولا هني بس يطول بس فعال 100% يا جماعه فهموا جسمكم لما تطلع لكم اشياء بسيطه الجسم قاعد يدق عليك تليفون يقول لك ها ترى شيء مو مضبوط ترى الانسولين في مقاومه ترى الاستروجين عالي افهم لا تهمل لو حبه واحده قول ليش طلعت لي الحبه عرفت شلون واشوفكم على خير وما تشوفون شر وخليكم مع بعض مع السلامه